تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. نجمة السوشيال لاب النهاردة هي الفنانة ياسمين صبري اللي دايماً في حالة نشاط وتفاعل على إنستغرام، وبتحرص دايماً على مشاركة متابعيها بأحدث صورها وإطلالاتها خاصة في رحلاتها خارج مصر. بيتابع ياسمين صبري على الإنستغرام حوالي 20 مليون متابع، وبتتابع ياسمين 90 شخص أبرزهم إليسا، إسعاد يونس، حلا الشيحة، ومن النجوم العالميين فهي بتتابع جينيفر لوبيز وميسي. ياسمين صبري نشرت كام صورة لحد دلوقتي على الإنستغرام؟ نشرت 1091 بوست. تعالوا نروح نشوف الصور دي عبارة عن إيه. الصور بتكون عن اللوكس بتاعتها في كل الإيفنتس، بس النسبة الأكبر بتروح للفساتين وإطلالاتها في المهرجانات السينمائية ورحلاتها للدول الأوروبية. فهي نشرت أكتر من 100 صورة لفساتينها من براندز عالمية مختلفة. ياسمين صبري بتحب السفر جداً وزيارة مدن العالم، وبتحب تاخد فوتو ساشن ليها لكل بلد تسافرها، وكمان بتحب تشارك جمهورها الرحلة بداية من الطيارة لحد ما تسافر. الرياضة، ياسمين صبري بتحب ومهتمة جداً بالرياضة، ونشرت أكتر من 20 صورة وهي بتمارس الرياضة وخصوصاً اليوغا. من الإنستغرام نروح للتويتر. بيتابع ياسمين صبري 4 مليون وهي بتتابع 91 أكاونت على تويتر، ونشرت لحد دلوقتي حوالي 9264 تويت، وآخرهم احتفالات بعيد ميلادها، والتويت دي كان عليها 9582 لايك و292 ريتويت. وبكده نكون عرفنا ياسمين صبري بتعمل إيه على السوشيال ميديا.